ضمن الأسئلة اللي أنا بتساءل عليها، إحنا ليه عندنا جزء كبير من التعاملات المالية بتتم كاش؟ ليه ممكن واحد يخش بنك ويحط فيه 1,000,000 جنيه كاش، وواحد تاني ياخد من البنك كذا 1,000,000 جنيه كاش؟ ما هو مدام بياخد الكاش في صورة نقدية، يبقى النشاط الاقتصادي اللي هو بيقوم بيه في أغلب الأحيان غير مدرك من الأنشطة اللي موجودة عندنا، وبالتالي ما بيدفعش ضرائب. ده لو كان النشاط بتاعه، وأنا يعني بعتبر إن هو نشاطه نشاط صحيح، يعني ما فيهوش حاجة غلط، لكن مدام هو كاش يبقى هو في الغالب ما بيدفعش الضرائب اللي عليه. فليه ما نعملش زي بلاد كتيرة إن إحنا بنقول الحد الأقصى للتعامل بالكاش هو 100,000 جنيه، 50,000 جنيه، حاجة كده. بلاد كتير بتبقى حوالي 10,000 دولار أو 10,000 يورو، يعني حاجة ما بين 50,000 و100,000 جنيه. فلو إحنا قللنا الكاش إيكونومي، دخلنا جزء أكبر من النشاط الاقتصادي تحت القاعدة الضريبية، يبقى قدرت إني أخضعه للضرائب وأستفيد من نشاطه الاقتصادي.